السلام عليكم أصدقائي جماعة الأوتيل، لا تقولوا ما بعملكم فيديوهات. CRD 3.1 دلفي مرسيدس، سيارة 2013. بدنا نقرأ هاد، فرح فرجيكم كيف بدنا نقرأ. دخلنا على إيمو، كنترول يونت، إنجين إي سي يو، مروا على وايرينج دياجرام، أون بانش جي بوكس عندي انا، بس اوريدي نفس الشيء، يعني هو الغاية انك توصل كان هاي كان لو كي لاين. انا ما اظن ان اس ار دي 3 هاي اس ار، وين الاس ار دي؟ في اس ار دي 2، اس ار دي 11، ها هون اس ار دي 3، ما في اس ار دي دي اس اس. انا ليش عم بقول اس؟ سي سي ار دي. طيب تعالوا نروح على سي ار دي 2، مع انه لازم يكون غير على فكرة. باور ويك اب هاي لو، خليني اوصلهم وكفي معاكم مشان ما يكسر الفيديو طويل. وصلت، نعطي باور. بسم الله. في شغلة انه 120 اوم، اي 120 اوم، اوكي. نرجع لورا ونقول له ريد. صاحب 580 امبير ميلي امب، ما ارى، متأكد كله مزبوط. نرجع مرة ثانية، وهنا تبدأ المشاكل. على ما اظن ما رح مش الحال، لانه هذا سي ار دي 3 وفي له نطفي احسن شيء، في له توصيل هون. خلوني اشوف الخط الثاني للتوصيل، لانه هلا التوصيل لما يكون صح. طيب اون بانش سي ار دي سي ار دي سي ار دي. طيب سي ار دي 11 هاو، باور نفس الشيء، كان هاي وكان لو مكانهم غير. خلينا نجرب. اخيرا ارى هذا الكابل، كنت حاطط انا نفس الشيء احمر بس مكتوب عليه ريلي اوت اجنيشن، فهو مده موجب. طبعا initialized yes، tip cleared yes، personalized yes، activated yes. انا اللي بيهمني من هذا الموضوع شغلة وحدة، انا ليش عم اقرا هذا؟ هذا مش عاطل وما بدنا ننسخه، راح اقلكم شو. طبعا بيهمني هدول المفاتيح كي وسبيشال كي، راح سجلهم لهدول هون اي سي يو كي كي 1، اوكي. راح سجل هاد وراح سجل هاد، وراح اعمل حفظ للسوفت وير وارجع افتحه بالهكس بروج وارجع عدل هدول المفتاح الاول سبيشال كي، لانه بدي اياهم هدول ينزلوا على شو، على هاد مشان تدور السيارة، لأنه القديم مش موجود. ولما يكون مش موجود القديم، هدول ما فينك تنزلهم دايركت، الكمبيوتر ما فينه ينزلهم على التي سي ام. لا تنسونا من الاشتراك والشير، وإلى اللقاء. شفنا كيف نقرأ هاد اشتوار قريته. طبعا
Where do you want to save engine? Okay. Yes. نحفظ ال شو اسمه. شلون نعمل سكرين شوت هون؟ هلا هون لازم يعمل سكرين شوت، بس كيف؟ ما جربت ولا مرة. بهدول داتا مانجر، شوب مانجر، سيتينج، ابديت. anyway خلص راح اكتبه 2 0 2 0 3 0 8 2 2. اوكي اوكي مشان فرجيكم. ريد رايت، هذا اللي بيرجع بيكتب. اذا عندك شتور جريتي تاني بتوصله، عندك موديول تاني بتوصله وبتعمل رايت رينيو. مشان اول شيء بدك تعمل رينيو، بعدين تعمل كوبي. الرينيو اللي هو بيفتحه بشيل من عليه الاكتيفيشن، وبتغير الفين نومر من هون. لا تنسونا من الدعاء والشير والاشتراك، والى اللقاء.